السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إلياس مفتاح من محترفي الحماية، وهذه حلقة تابعة لحلقة كيفية الحصول على رصيد مجاني من سكايب، الذي سأقوم بشرح طريقة الحصول على رصيد مجاني عدة مرات من نفس الجهاز. قبل أن أشرع في الشرح، أحب أن أتوجه بشكر خالص للأخ راغب آمن على المجهودات التي يقوم بها، كذلك أحب أن أشكر الأخ كويزي أوس ومنير معروف بدورات التعليمية لبرمجة السي، والذين قاموا بمساعدتي للتوصل إلى حل نهائي لمشكل سكايب. إذن على بركة الله سأقوم بشرح الطريقة. إذن أقوم بكونكت لبرنامج هوت سبوت، ثم ننتظر كلمة كونكتد كي نتأكد أنه قام بالاتصال. إذن كونكت، بعد ذلك نذهب إلى رابط سكايب .hotspot.shield.com/banner.php وننقر على get free voucher now. إذن ننتظر قليلا ويعطينا هنا كود. قد تظهر لك رسالة، كل ما عليك فعله هو نقر على أوكي ثم ريفريش للصفحة. إذن سنرى طريقة الحصول على كود آخر مرة ثانية في نفس الجهاز. إذن أذهب إلى سطح المكتب وأقوم بفتح برنامج سي كلينر الذي سيمكنني من حذف برنامج هوت سبوت من الجهاز، ويمكنك كذلك هذا البرنامج من إصلاح بعض الأعطاب التي تكون في الريجيستر. نيكست، انستال، وننتظر أن يقوم برنامج سيكلينر بحذف برنامج هوت سبوت من على الجهاز. إذن بعدما قمنا بحذف برنامج هوت سبوت، أقوم بغلق برنامج سيكلينر. وأذهب إلى هذه التطبيقة التي تمكنني من تغيير اسم الجهاز واسم الجروب خاص بالجهاز، ثم أنقر على سيت. إذا ستظهر لنا هذه الرسالة، إذا نتجاوزها بنقر على أوكي فإنها لا تؤثر بشيء، ثم ننقر على أوكي يقول لك أنه قام بتغيير اسم الجهاز والجروب. بعد ذلك نغلق التطبيقة ونعيد تثبيت برنامج هوت سبوت على الجهاز. إذا أقوم بحذف هذه الخيارين حتى لا يقوم البرنامج بتغيير إعدادات المتصفح لديه. أنتظر قليلا حتى يقوم بالتثبيت. ثم أنقر على تيرميني. ونذهب ننتظر كلمة connected ليتم الاتصال. بالفيبان. إذن connected. بعد ذلك نذهب إلى صفحة skype.hotspotshield.com وننقر على get free voucher now. إذن لاحظوا معي، سيقوم الموقع بإعطائي
كود ثاني مختلف عن سابقه. إذن هذه الرسالة التي تحدثت عنها مسبقا، نقوم بأوكي و ريفريش للصفحة. وكما تلاحظون هذا كود جديد مختلف عن سابقه، هذا الكود الأول وهذا الكود الثاني. بعد ذلك نذهب إلى Go to Skype ونقوم بإدخال هذين الكودين في موقع سكايب للحصول على الرصيد. إذن هذا الرصيد يمكنك من الاتصال بهواتف نقالة وثابتة في جميع أنحاء العالم. وكذلك إرسال رسائل قصيرة عن طريق برنامج سكايب. طبعا أقوم بإلصاق هنا الكود الذي حصلت عليه. إذا أظن أن الكود الأول الذي حصلت عليه كنت قد أضفته مسبقا. سأحاول بعد ذلك فاليدي لو كوبون. خليها امين. 1.02. نعود للصفحة go to skype. اقوم بنسخ الكود الذي حصلت عليه في الاول و validate. أظن أني قمت بإدخال هذا الكود مسبقا، سنرى. نعم قمت بإدخاله. إذن هكذا نكون قد حصلنا على رصيد مجاني من سكايب عدة مرات من نفس الجهاز. أتمنى أن الشرح قد راق لكم. بإمكانكم مراسلتي على البريد الإلكتروني التالي، كذلك بإمكانكم مراسلة راغب آمن على البريد الإلكتروني التالي. وهكذا لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مشترح.